مرحبا بكم. رحبت الحكومة اليمنية بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التجديد لمبعوثه الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، واعتبرته رسالة تأكيد دولية بالسلام. وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي قال إن الحكومة اليمنية دعمت باستمرار جهود المبعوث الأممي في الفترة السابقة، وهي ترحب بالتجديد له كمبعوث خاص إلى اليمن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش هذا الخبر في محورين: هل تمكن ولد الشيخ من إحراز إنجاز في فترته السابقة؟ وكيف ستكون ملامح فترته الجديدة كمبعوث أممي؟ فترة جديدة تم التمديد فيها لعمل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الملف اليمني، بعد أن شهدت الفترة السابقة من بقائه انتكاسات كثيرة فيما يخص البحث عن حل ينهي الحرب. مراحل عديدة في ملف الأزمة قدم فيها المبعوث الأممي مقترحات كثيرة وحاول أن يحدث خرقا في جدار الأزمة، غير أن التعنت من قبل طرف الانقلاب كان الثابت في الجولات الثلاث التي رعتها الأمم المتحدة بداية من جنيف وانتهاء بجولة مشاورات الكويت. تحولات كثيرة في المشهدين السياسي والعسكري رافقت الفترة السابقة من تعيين إسماعيل ولد الشيخ مبعوثا خاصا لليمن، لكنها وعلى الرغم من ذلك لم تغير من واقع المسار السياسي المتعثر شيئا ولم تحد من تفاقم الأزمة. مشاهدينا الكرام، نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش. أكثر من عامين ولا يزال إسماعيل ولد الشيخ أحمد يبحث فيها عن إعادة المسار السياسي وإيجاد خرق على صعيد الأزمة اليمنية، أو هكذا يبحث الموريتاني الذي عين خلفا لزميله المغربي جمال بن عمر، بعد أن أنهى بن عمر مهمته بسقوط العاصمة صنعاء وسيطرة ميليشيا الحوثي على المدن والمعسكرات. ولد الشيخ الذي بدأ بتدشين المفاوضات السياسية في جنيف السويسرية ومن ثم انتقل إلى الكويت باحثا عن إنجاز يحسب له في الملف اليمني، تم التمديد لمهمته حتى فبراير المقبل، وذلك بعد انتهاء فترته في سبتمبر الجاري دون نجاح يذكر. الأوساط السياسية والاجتماعية، وعلى الرغم من حالة التوجس التي تنتابها تجاه اتساع وطول مدة الأزمة، وجدت أن مضمون ما قدمه المبعوث الأممي تلخص في تجزئة مقترحات الحل وتقسيمها حسب الأولويات المرحلية، غير أن مواقف تحالف الانقلاب لم تسهل من تنفيذ تلك المقترحات الأممية، بل قوبلت بالرفض أحياناً والإعاقة أحياناً كثيرة. المقترح الأممي أو الخطة الأممية للحل، والتي شملت عموماً تحييد مرفأ الحديدة الميناء التجاري الأول في البلاد، كانت من أهم النقاط التي خرج بها ولد الشيخ في فترته السابقة، والذي شدد على ضرورة استجابة تحالف الانقلاب وتسليم الميناء لطرف محايد، أو على الأقل تمكينه من إدارة شؤون الميناء. الحكومة التي تباينت مواقفها من بعض تفاصيل مقترحات المبعوث الأممي السابقة رحبت بتجديد فترته في اليمن، بعد أن أوضح وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن التجديد لولد الشيخ رسالة مفادها التزام المجتمع الدولي بالسلام وعدم السماح لطرف الانقلاب بالتهرب من متطلباته. يعود المبعوث الأممي إذن للاستمرار في مهمته التي طالت مدتها واتسعت معها دائرة الأزمة، وبين وسط متفائل وآخر متشائم لا يزال الوقت طويلا على تحديد ملامح الفترة الجديدة التي سيعمل وفقها المبعوث الأممي، خصوصا مع استمرار حالة الانسداد في الأزمة برفض استقبال ولد الشيخ في صنعاء وعدم تمكينه من تحقيق أي إنجاز لخارطة الطريق المتوقفة منذ أكثر من عام. مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن من لندن المحلل السياسي الدكتور محمد جميح. أهلا بك دكتور. مرحبا، حياك الله. حياكم الله دكتور. إذن أكثر من عامين المبعوث الأممي يبحث ويحاول إيجاد خرق على صعيد الأزمة، برأيك هل تمكن من إنجاز شيء ما في الملف اليمني؟ يعني هو الآن عندما تختصر المباحثات حول ميناء الحديدة فذلك يعني اختصار عنوان الأزمة اليمنية في الملف الإنساني كما هو واضح، لأن المباحثات الآن تدور حول تسليم ميناء الحديدة لجهة محايدة من أجل إدخال المعونات الإنسانية، وبالتالي يعني شعورا من الأمم المتحدة بفشل مهمتها السياسية جعلها عن طريق موعودها الخاص تركز على ميناء الحديدة على الجانب الإنساني لإدخال المساعدة،
ومع ذلك مع أن الموضوع السياسي والأزمة السياسية لما اختصرت إلى جانبها الإنساني، إلا أن هذا الجانب الإنساني لم يحدث فيه أي اختراق حتى هذه اللحظة، لأن الحوثيين يرفضون الخطة التي اقترحها ولد الشيخ بميناء الحديدة. هناك بعض الأنباء أن ولد الشيخ لديه تعديلات حول الخطة التي كان قد اقترحها، وهذه التعديلات أيضا تدخل مطار صنعاء والحديدة ضمن الخطة، بمعنى أن يكون هناك نوع من الموظفين المشتركين لإدارة الميناء والمطار من الحكومة الشرعية ومن الانقلابيين في الداخل، كنوع من التعديل لكي يقبلها الحوثيون مع التحاف بعض ميليشيات الحوثيين من الحديدة وسحب طاقمهم الإداري في الميناء وفي المطار. يعني من ناحية عدم سحب ميليشيات الحوثيين من الحديدة هذه خطوة لصالح الحوثيين، لكن من ناحية إشراك الحكومة في إدارة الميناء والمطار هذه خطوة قد تقابل برفض الحوثيين. على كل هذه تسريبات لا ندري إن كانت تتبلور في خطة واضحة سيذهب بها نائب ولد الشيخ، خصوصا أنه تعين له وفق القرار الجديد وفق تمديد الفترة له، تم تعيين نائب فلسطيني لولد الشيخ. من المقرر ربما أن يذهب خلال الأسبوع القادم إلى العاصمة صنعاء للقاء في الانقلابيين هنا لبحث التعديلات الجديدة التي يفترض أن تصاغ في خطة جديدة لولد الشيخ. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور محمد. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من مسقط المحلل والباحث السياسي دكتور عبد الله الغيلاني. أهلا بك دكتور. مرحبا بك بالضيف العزيز المشاهدين الكرام. حياكم الله دكتور. إذن يعني دعنا نبدأ بالعوامل التي يمكن القول أنها دعت الأمم المتحدة أو دفعتها لتمديد وتجديد فترة ولد الشيخ كمبعوث أممي خاص باليمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأمر أخي الكريم أبعد من مجرد تجديد في هذا المندوب الأممي، إن لم يكن هو سيكون غيره، ولكن المعيار هنا في الحكم على الجهود الأممية الجهود الإقليمية، المعيار ينبغي أن يكون معيارا موضوعيا. ما هو المنتج الذي تحقق؟ ما هو الإنجاز الذي تحقق؟ ابن الشيخ يدير الملف اليمني منذ 2015، تحدث عن أكثر من سنتين، من يعني منذ أبريل 2015 إلى الآن، وقبله أيضا كان المندوب الذي قبله جمال بن عمر ولم يحدث شيء. فالمعيار هنا هو المعيار الموضوعي، يعني ينبغي أن لا نتوقف كثيرا عند التفاصيل وعند الأسماء وعند التمديدات. ابن الشيخ الآن قد مدد له، ويقال أن هذا التمديد ربما يمتد إلى مطلع العام القادم يناير أو يعني فبراير، وإن ذهب ابن الشيخ سيأتي مندوب آخر، و أظن هذا الذي سيحدث بدليل تعيين نائب لأول مرة لابن الشيخ في الملف اليمني. ولكن يبقى السؤال الجوهري، هل هناك إنجاز؟ هل هناك تقدم حقيقي في المسار السياسي في المبادرات السياسية التي يعني يقدمها ابن الشيخ؟ أنا أقول أن هناك تعثر كبير، وأن هناك تعمد بتدويل الأزمة اليمنية الآن بين الفرقاء الدوليين والإقليميين، بدليل أن آخر مبادرة تقدم بها ابن الشيخ كانت مبادرة الحديدة، انتزاع الحديدة من الحوثيين وتسليمها لطرف ثالث، لم يعلن عنه آنذاك، وإن كان هناك من يقول أنها لانتحدة، ولكن هذه المبادرة أيضا وعدت قبل أن تولد. إذن هناك إفلاس يعني متعاقب، حالة إفلاس متعاقبة، وهذه الجهود الأممية المدعومة إقليميا ودوليا لم تحدث شيء في ساحة اليمنيين إلى الآن. فلا يعنينا الأسماء بقدر ما تعنينا الإنجازات على الأرض. طيب دعني في هذه النقطة أعود إلى الدكتور محمد جميح المحلل السياسي الذي ينضم إلينا من لندن. دكتور محمد، أنت تحدثت على اختصار ما يجري في اليمن إلى محوره الإنساني بالحديث عن الحديدة وضرورة تسليمها لطرف لإدارتها وإبعادها بشكل أو بآخر عن الصراع. هذا الأمر إذا ما اعتبرناه هو حصيلة أو تتويج لجهود ولد الشيخ خلال الفترة السابقة، هل يعد فشلا في إحداث اختراق في الأزمة، أم أنه مدخل لحل قد يأتي
ثماره في نهاية المطاف بشكل أو بآخر. أنا أعتقد أن اختصار الأزمة السياسية في الجانب الإنساني هو يعبر عن فشل الأمم المتحدة في إحداث اختراق سياسي، هذا يعني شيء لا أعتقد أن هناك خلاف عليه. الآن الأمم المتحدة تريد أن تحرز أي نجاح على الملف اليمني حتى ولو كان على الجانب الإنساني، وهو الجانب الذي يفترض أن لا يخضع للتجاذبات السياسية والعسكرية، ومع ذلك لا تزال هذه الأفكار التي لم تقدم في خطط معلن عنها، هذه الأفكار المطروحة خشية من أن تقدم في خطة مكتوبة ورسمية ومعلن عنها ثم ترفض، ولذلك هي تسرب بوسائل الإعلام بما يعلن عنها رسميا من أجل جس النبض حتى لا تتورط الأمم المتحدة كما كان في السابق عندما رفض الكويتيون أكثر من مرة وآخرها في مفاوضات الكويت الخطة التي قدمها ولد الشيخ والتي يعني كان فيها تشكيل لجنة مشتركة ولجان محايدة من أجل سحب السلاح والميليشيات. الأمم المتحدة هي في الأصل يعني لا ينبغي أن يعزى الفشل الحاصل لها كي نكون يعني موضوعيين، هناك حقائق على الأرض وهناك يعني صعوبات سياسية، هناك قرارات دولية واضحة المعالم فيما ينبغي أن يكون فيما يخص الطرف الانقلابي في الداخل في سحب الميليشيات وتسليم الأسلحة، ولكن بالمقابل هناك الكثير من الخلل في الصفوف الشرعية الذي لم يمكن العالم من إبداء رأي عام أو من تشكيل رأي عام دولي ضاغط على الانقلابيين من أجل رفع أيديهم عن العاصمة صنعاء على سبيل المثال، لأنه يرى أن الشرعية فشلت في إدارة المناطق المحررة، وبالتالي كل هذه الصعوبات سواء إزاء تصلب الانقلابيين في الداخل أو إزاء هشاشة وضع الشرعية على مستوى المناطق المحررة، كل ذلك يصب في مسألة تعقيد الحل السياسي. وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن ما لم يحدث هناك اختراق عسكري واضح يرجح كفة أحد المعسكرين فإن المفاوضات السياسية لن تنعقد، وإذا انعقدت فإنها ستراوح مكانها. طيب يعني في سياق صمت ميليشيات الحوثي على موضوع تجديد فترة ولد الشيخ، مع أنهم في وقت سابق قد طالبوا بتغييره والآن هناك نائب له معين شريم يعني قد يبدو أنه هو من سيتحرك بداخل الأراضي اليمنية كما يعني يقول الكثيرين، هذا الأمر كيف سيؤثر من ناحية تعامل الحوثيين مع ولد الشيخ وهم الذي اتهموه في سياقات كثيرة بانحياز وما شابه؟ أعتقد أن هناك موقفا رسميا من الحكومة الشرعية على لسان المخلافي رحب بالأمر، وأظن أن هناك موقفا حوثيا رفض التمديد وأعلن الموقف ذاته من ولد الشيخ، هناك موقف اليوم صدر عن الحوثيين، لكن أعتقد أن في محاولة إيجاد نائب لولد الشيخ هي من الأمم المتحدة تأتي إدراكا لتعقيد الوضع السياسي على الأرض، و ربما لأن الحوثيين لديهم تعقبات كثيرة من عودة الشيخ إلى صنعاء، ولذلك يفترض أن يذهب هذا النائب الجديد إلى صنعاء لمقابلة الحوثيين على اعتبار أنه شخصية جديدة بالنسبة لهم، ويمكن أن يمد نوعا من خطوط التفاهم وإفساد بعض التفاهمات مع الحوثيين بعيدا عن زيارة رسمية للمجهود الدولي الذي يبدو أنهم سعوا بكل جهدهم من أجل تغييره. والآن مسألة مقاطعة الشيخ وعدم السماح له بزيارة صنعاء هو نوع من الجهد الذي يبذله الإنسلامي بالداخل من أجل إيصال الأمم المتحدة إلى حقيقة معينة، وهو أنه أصبح أي ولد الشيخ أصبح مذكورا من جانبهم ولم يعد وسيطا، وبالتالي على الأمم المتحدة تغييره. اليوم التمديد جاء من أجل أن يكرس أمرا واقعا لوجود ولد الشيخ، لكنه فتحنا فيها أخرى للأمل بالنسبة للحوثيين بتعيين نائب للشيخ يمكن أن نتعاطى معه. نعم، أشكرك دكتور محمد جميح المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف في لندن. بالعودة إليك دكتور عبد الله الغيلاني، دكتور يعني البعض يقول أن ولد الشيخ في نهاية المطاف هو مجرد موظف يؤدي مهمة معينة، و
القرار الحقيقي هو بيد أطراف دولية وأطراف إقليمية ومن ثم الفاعلين على الأرض. إلى أي مدى يمكن الحديث على أن هذا الكلام يحمل صوابا؟ هذا الكلام ليس على إطلاقه فيه جزء من الصواب، هو في النهاية يمثل قوة معينة، وبالتالي قوته ونفوذه ونجاحه يتوقف على القوة التي يمثلها. أيضا يتوقف على مدى توافقه مع الأطراف الإقليمية والأطراف أطراف الصراع مباشرة. ولكن ينبغي أن لا نقلل أيضا من قيمة المبعوث أيا كان بوشيخ أو غيره، فهو المعني ببلورة الرؤية السياسية، هو المعني باشتراع الحل السياسي، هو الذي يتفاوض ويتعامل ويتواصل مع الأطراف أطراف الصراع المختلفة. ولكن كما قلت هذا صحيح، أن يعني إن كان هناك ممانعة إقليمية أو قرار دولي فإن هذا سينعكس على مبادرات المبعوث الأممي. أنا أتصور أن الحل السياسي الآن بعيدا عن الأسماء والتفاصيل، أن يعني حظوظ الحل السياسي باتت حظوظ ضئيلة جدا لعدة اعتبارات. أول هذه الاعتبارات أن التحالف يعني يعيش حالة من الجمود، أقصد أن الحراك العسكري يعيش حالة من الجمود، وبالتالي ليس هناك يعني تحول جذري في ميزان القوى على الأرض، وهذا ما سيدفع الحوثيين إلى التمسك بمواقفهم. لم يتغير شيء، ليس هناك ما يدفعهم إلى القبول بحلول سياسية أو التنازل أو إلى ما هنالك. هذا عامل من العامل الآخر والذي لا يقل أهمية عن الذي قبله، أن الطرف اليمني المعني بالتفاوض والذي يفترض أن يكون هو الذي وقع الاتفاق السياسي مع الأطراف الأخرى، هذا الطرف الآن مهمش ضعيف مغيب، ليس له من الأمر شيء. يعني إذا افترضنا جدلا أن هناك رؤية سياسية أو حلا سياسيا تم التوافق عليه بين أطراف الأزمة اليمنية، من الذي سيقود هذا التفاوض من يعني جانب الحكومة الشرعية؟ هذه الحكومة يعني لم يعد لها من الأمر شيء، ليست موجودة على الأرض، هناك يعني تعيش حالة من الـ من الـ من الضعف والهشاشة والإبعاد. إذن هذا عامل آخر أيضا لا يوفر بيئة مناسبة للحل السياسي. عامل ثالث وهو ما يجري اليوم على الأرض اليمنية في المناطق المحررة تحديدا. نحن نلحظ أن هناك يعني أجندات وتغيرات على المستوى الأمني، على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي. فما هو شكل اليمن الذي سيفضي إليه الحل السياسي المرتقب أو المتوقع؟ إذن كل هذه العوامل الآن مجتمعة يعني لا تعطي دفعة للتفاؤل ولا توفر بيئة سياسية ملائمة لحل سياسي. وبالتالي أنا أتوقع أن أي مبادرة قادمة سواء جاءت من طرف ابن الشيخ أو من الأمم المتحدة أو حتى من الأطراف الإقليمية، أحسب أن حظها من النجاح ضئيل جدا إن لم يكن منعدم في ظل هذه البيئة وفي ظل هذه المعطيات السياسية التي القائمة الآن على الساحة اليمنية. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء مرة أخرى معنا دكتور. أرحب بمن ينضم إلينا الآن من الأردن، الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام. أهلا بك أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام وبالمشاهدين الكرام جميعا، حياكم الله. إذن أستاذ مختار، الحكومة ترحب، الشرعية عموما ترحب بتجديد فترة ولد الشيخ، على الرغم أنها في عدد من المرات اعترضت على طريقة أدائه. إلى أي مدى ترى الحكومة في أن ولد الشيخ يعني هو قادر على إحداث اختراق في موضوع الملف اليمني عموما؟ نعم، أولا في الفترة الماضية حينما اختلفت الحكومة أو حينما رفضت الحكومة المبادرة التي تقدم بها، هو ليس اعتراض على شخص اسمه ولد الشيخ أحمد، لكن هي اعتراض على المبادرة التي تقدم بها، وهي التي تتعارض كليا مع المرجعيات المتفق عليها وما تم الاتفاق عليه في جنيف واحد وكذلك في الكويت. بالتالي اسماعيل ولد الشيخ أحمد يقوم بجهود مشكورة ويحاول يعني تقريب وجهات النظر، وهذا بالفعل يعني هو يعني في صلب أعماله أن يقوم بتجميع وجهات النظر وأن يقدم مقترحات. بالتالي الحكومة هي حريصة كل الحرص على إنجاح مهمة اسماعيل ولد الشيخ أحمد لكي تصل اليمن إلى الحل السياسي والسلمي، وهو ما أكد فخامة رئيس الجمهورية اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة حينما أعلن أنه يمد يده للسلام وأنه مستعد
لدعم جهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأنه مستعد للدخول في أي مشاورات ومفاوضات بناء على المرجعيات المتفق عليها. طيب الدكتور عبد الله الغيلاني كان يتحدث قبل قليل حول نوع من أن الحكومة الشرعية الآن وفي ظل ما يجري في المناطق المحررة على الأرض هناك نوع من الهشاشة في الأداء السياسي الذي يمكن تقييمه فيه أو تقييم الحكومة الشرعية به. الآن في سياق تمديد هذه المهمة وفي سياق الحديث عن ما يمكن أن يحدث في الحديدة من مبادرة بالنسبة لولد الشيخ والتي رفضتها الطرف الإنقلابيين إلى الآن، بالنسبة للحكومة الشرعية ما هي النقاط التي يمكن أن تتنازل بها كنوع من الفعل في سياق تحقيق اختراق سياسي للأزمة اليمنية؟ أولا بالنسبة للشطر الأول من سؤالك بالنسبة للحكومة الشرعية وما يحدث في المناطق المحررة، طبعا هذا موضوع طويل جدا وهناك إشكالية حدثت خصوصا في المناطق الجنوبية وأزمة حقيقية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا طبعا بالإمكان أن نتحدث به في حلقات أخرى. وبالنسبة لي ما الذي يمكن أن تتنازل به الحكومة والنقاط التي يمكن أن تتنازل بها؟ الحكومة مستعدة أن تقدم كل التنازلات من أجل الشعب اليمني بما لا يمس بما تم الاتفاق عليه وبما لا يمس بالمرجعيات المتفق عليها وهي مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وكذلك القرار الدولي 2216. ما دون ذلك لا أعتقد أن الحكومة ستقدم تنازلات من أجل منح الانقلابيين شرعية للبقاء أو مكافأة على انقلابهم وعلى ما قاموا به ضد الشعب اليمني من قتل وتنكيل وتدمير للشعب اليمني. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ مختار، أعود بعودة أخيرة للأستاذ أو الدكتور عبد الله الغيلاني. دكتور في سياق ما تم إلى الآن في الملف السياسي بالنسبة للأزمة اليمنية والأزمة عموما، برأيك ما هو المستقبل المنظور على الأقل في سياق ما يتم في هذه الأيام؟ يؤسفني القول أنه بالنظر إلى المعطيات القائمة الآن على الساحة اليمنية وكذا المعطيات السائدة في المحيط الإقليمي، يؤسفني القول أن يعني حالة التعويم التي تعيشها الأزمة اليمنية وتحويلها إلى مجرد أزمة إنسانية أحسب أن هذه المسألة سوف تستمر. الشرط الذي ينبغي أن يتوفر الآن هو إحداث تحول في ميزان القوى على المستوى العسكري، بمعنى أن عمليات التحالف ينبغي أن تستأنف بشكل استراتيجي وتحدث تحولا على الأرض. هذه التحولات على الأرض هي التي يمكن أن تحدث اختراقا سياسيا. ما لم يحدث هذا إذا بقت الأمور على ما هي عليه الآن، أنا أحسب أن الأزمة اليمنية سوف تستمر يعني في حالة التعويم بحالة انعدام الوزن، وسوف يتراشق الناس بهذه الحلول السياسية وهذه المبادرات التي بدأت منذ عام 2015. كما قلنا عندما استلم ابن الشيخ يعني مهمته كمبعوث أممي في 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 إبريل من هذا العام، نعم. ولم يحدث شيء إلى الآن، كثير من اللقاءات، كثير من الجولات، كثير من التفاوض حدث، ومع ذلك ليس هناك إنجاز حقيقي على الأرض. إذن الشرط الذي ينبغي أن يتحقق الآن هو تقدم عسكري، إحراز يعني تحول في ميزان القوى على الأرض، هذا الذي من شأنه أن يحرك المياه الراكدة، وبالتالي يدفع الحوثيين إلى مراجعة مقارباتهم الاستراتيجية والقبول بما سيعرض عليهم من حلول سياسية. ما عدا ذلك لا أرى أن هناك أفقا للخروج من هذا المأزق الذي تمر به الأزمة اليمنية الآن. أشكرك الباحث والمحلل السياسي الدكتور عبد الله الغيلاني، كنت معنا عبر الهاتف من مسقط. بالعودة إلى الدكتور الأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، عادة عندما تكثر نقاط القوة والأوراق لدى طرف ما فيفرض شروطه على الطرف الآخر وحتى على الوسيط، في هذه الحالة الوسيط هو المبعوث الأممي إلى اليمن الذي يحمل أيضا أوراق وسبل ضغط على كلا الطرفين، ما هي قدرة الحكومة على زيادة نقاط قوتها في الفترة القادمة وما الذي يمكن لها أن تعمله خلال هذه الفترة؟ نقاط القوة التي يمكن للحكومة أن تستخدمها وأن يتم التلويح بها، وطبعا
تحسين الأوضاع في المناطق المحررة وكذلك تغيير الخارطة العسكرية. حينما تتغير الخارطة العسكرية وحينما يتم الضغط على الإنقلابيين من خلال التقدم ومن خلال تحرير مناطق جديدة، الطرف الآخر بكل سهولة سيقدم التنازل تلو التنازل لأنه يريد أن ينجو، لكن طالما أنه يعيش بسلام وطالما أنه تصله الإيرادات وطالما أنه يعني لا يوجد هناك ضغوط دولية عليه، بالتالي ما الذي يهمه؟ الإنقلابيين لا يهمهم أبناء الشعب اليمني، لا يهمهم نقص الخدمات. منذ أكثر من 3 أعوام لا توجد كهرباء، لا توجد مياه، لا توجد خدمات، الرواتب منذ عام ليست متواجدة أو متوفرة، بالتالي ما الذي يهمه؟ هو لن يقدم شيء للشعب اليمني ولن يهمه شيء، حتى إذا استمر الوضع سنة سنتين 3 سنوات 4 سنوات لا يهم شيء، وطالما أنه مسيطر سيطرة عسكرية. بالتالي كلما تحسن الوضع في المناطق المحررة، وهذه أيضا دعوة للتحالف العربي ولشركائنا في التحالف العربي أن يمنحوا الحكومة فرصة لإدارة المناطق المحررة ولتبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل تطبيع الحياة في هذه المناطق، ينعكس ذلك مباشرة على المناطق التي ما تزال بيد الميليشيات الإنقلابية وتتخلخل هذه المناطق، وبكل تأكيد أن الضغوطات الشعبية والسخط الشعبي سيؤدي في نهاية المطاف إلى الانتفاض ضد الميليشيات إذا لم يكن هناك خيار آخر، وأقصد به الخيار العسكري. مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا والزميل محمد عبد المغني وجميع أفراد طاقم العمل، إلى اللقاء.